بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوصايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبعدما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن الفرائض، شرع بعد ذلك بالحديث عن الوصايا. وهذان البابان بينهما مناسبة، إذ التملك بسبب الوصية أو التملك بسبب الميراث إنما هو تملك معلق على الوفاة، فلا يثبت التملك بالوصية ولا بالميراث إلا بعد الوفاة، ولذلك ناسب أن يكون هذان البابان متتابعين. والمصنف رحمه الله تعالى تبع ما عليه تقسيم وترتيب متأخر الشافعية من تقديم الفرائض على الوصايا، ووجهة نظرهم في ذلك أنهم يقولون إن الفرائض تمليك بأمر من الله جل وعلا وحكم منه، وأما الوصايا فإنها تكون بسبب يعني تبرع وتمليك من آدمي، فقدم ما كان التملك فيه بأمر الله عز وجل وحكمه على ما كان بتبرع من آدمي. وللمعلومية أن المتأخرين من فقهاء الشافعية، وسيأتي معنا إشارة لذلك في نهاية كتاب الوديعة إن شاء الله، أنهم يعتمدون في الترتيب على ما رتب به أبو حامد الغزالي كتاب الوجيز، فإن كتاب الوجيز لأبي حامد الغزالي كتاب أبدع في ترتيبه وأبدع في تقسيمه وعرضه المسائل. ومن شدة إبداعه أن فقهاء الشافعية المتأخرين إنما يعتمدون عليه في الترتيب وينحون نحوه في التأليف، فالرافعي في شرحه الكبير إنما هو شرح لهذا الكتاب، وكذلك في المحرر إنما هو اختصار له، وكذلك الكتب المتأخرة كالروضة للنووي ومختصرها المنهاج له، فكلها مبنية على هذا الكتاب. وهذا الكتاب لبديع تصنيف المؤلف فيه قد حاكاه به غيره من فقهاء المذاهب الأخرى، فقد ذكروا أن ابن شاس من فقهاء المالكية بنى كتابه جواهر العقود على كتاب الغزالي هذا، فبنى عليه في ترتيبه وطريقته في التقسيم. ومثله من فقهاء الحنابلة الخضر ابن تيمية صاحب بلغة المستوعب وصاحب التلخيص المذهب في معرفة المذهب، بنى كتابه على كتاب الغزالي هذا، أو بنى كتبه على كتب الغزالي الثلاثة: الوجيز والوسيط والبسيط. إذن فقصدي من ذلك أن متأخري الشافعية يعتمدون في الترتيب على الوجيز للغزالي وحاكوه في ترتيبه، وأما فقهاء الحنابلة فإنهم يقدمون الوصايا على الفرائض لمناسبة الوصايا لسائر المعاملات، فإن المعاملات يكون فيها التمليك إما معاوضة أو تبرعا كالهبة ونحوها بسبب آدمي، فناسب من حيث الترتيب أن تذكر معها الوصايا. ثم أعقب ذلك بالحديث عن الفرائض، وهي التملك بأمر الله عز وجل وقضائه بعد الوفاة، وذلك يجعلون آخر أبواب المعاملات الوصايا، ثم يتبعونها بالفرائض. والحقيقة أن أقرب فقهاء الشافعية لترتيب فقهاء الحنابلة هو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في المهذب، فإن الموفق أبا محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى شابه في ترتيبه للمقنع، في ترتيبه لكتابه المقنع كتاب المهذب للشيرازي في الترتيب، فقد تأثر في ترتيبه، وذلك ترتيب أبي إسحاق أقرب لترتيب الحنابلة من ترتيب أبي حامد الغزالي. نعم. يقول الفقهاء: باب الوصايا. يذكرون الوصايا بصيغة الجمع لأغراض متعددة، من ذلك أن الوصايا أنواع، فمنها ما هو صحيح نافذ، ومنها ما هو صحيح غير نافذ بل يكون موقوفا على إجازة من له الحق، ومنها ما يكون باطلا لا يجوز إنفاذه، وهي الوصية المحرمة التي تكون بإثم أو بقطيعة رحم ونحو ذلك. الأمر الثاني أن الوصايا
قد تكون أكثر من وصية، فقد يوصي المرء بوصيتين أو ثلاث أو أربع، ونحكم بأن هذه الوصايا جميعا صحيحة. ولذلك عند أهل العلم مسألة، وهي مسألة تزاحم الوصايا، فإذا تزاحمت الوصايا فكانت أكثر من الثلث، فأيها أولى بالتقديم؟ ينظرون في التقديم إلى أمور، منها نوع الموصى به، وينظر أيضا للزمان أحيانا، فقد يكون المتأخر ناسخا للمتقدم منها، وقد ينظر أحيانا وهو الأمر الثالث للتزاحم، فيقال بالتزاحم، فتقسم هذه الوصايا بالنسبة والتناسب بحسبها. وهذا لها باب مستقل يذكره أهل العلم في باب تزاحم الوصايا، وهذا هو المعنى لأهل العلم حينما يقولون باب الوصايا ولا يقولون باب الوصية. المسألة الثانية عندنا قبل أن نبدأ بالحديث، أن الوصية يطلقها الفقهاء غالبا على ما كان من تصرف في المال بعد الوفاة، فكل تصرف في المال بعد الوفاة فإنه يسمى وصية، هذا هو إطلاق غالب الفقهاء على هذا الباب. ولكن في الحقيقة أن الوصية تأتي في الشرع على خمسة أمور وكلها معتبرة صحيحة. الأمر الأول أن الوصية تطلق على ما يعظ به الميت أبناءه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أصحابه قبل الوفاة وأوصاهم، فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وكان هذا من آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آخر ما قال: لا تجعلوا قبري عيدا، فدل على أن هذه كانت وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ندب للمرء أن يكتب في وصيته تذكرة لأبنائه من بعده، وتخويفا وأمرا بالائتلاف والاجتماع. وكثير من الناس، أعني من الأبناء، إذا حدثت بينهم خصومات أو حدث بينهم شقاق، إذا رجعوا لوصية أبيهم الذي توفي من سنين كثيرة وفيها تذكير لهم بالائتلاف وعدم الاختلاف، وأن الكبير يرحم الصغير والقوي يعطف على الضعيف ونحو ذلك، رجعت نفوسهم إلى طبيعتها الطيبة، وحينئذ يتنازل صاحب الحق عن بعض حقه لأجل ذلك. ولذلك فإنه يندب للمرء أن يوصي أبناءه بتقوى الله وبالطاعات وبمكارم الأخلاق. وإن كان المرء ممن ينسب للعلم ويعرف به، فإنه يكتب وصية لطلابه فيها تذكير بمعتقد أهل السنة والجماعة، وفيها الوصية بالعلم. ولذلك فإن كثيرا من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ذكر وصايا بعد وفاته في العلم، كوصية أبي الفرج بن الجوزي وهي مطبوعة وموجودة، ووصية أبي محمد بن قدامة وهي كذلك مطبوعة وموجودة، وهناك وصية لابن الحبال تلميذ الشيخ تقي الدين بن تيمية، وهي وصية جميلة بديعة في الإيصاء والتذكير. وهكذا أهل العلم لهم دأب أنهم يكتبون وصاياهم العامة في التذكير وبيان المعتقد وغير ذلك. النوع الثاني من الوصايا أو ما يكتبه المرء في وصيته، أن يكتب المرء في وصيته ما عليه من الحقوق، فكل ما يكتبه المرء في وصيته مما عليه من الحقوق والديون، سواء كانت في مقابل معاوضة أو ديون اقترضها من غيره أو بسبب إتلافات أو غير ذلك من الموجبات، فإنه يكون بذلك قد سعى لإبراء ذمته، إذ لا تبرأ ذمته إلا بأداء الحقوق إلى أهلها، ولكن من بذل السبب ومما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا، أن يكتب المرء ما عليه من الحقوق، وخاصة إذا كان هذا الحق لا بينة عليه أو أن البينة المثبتة له مفقودة، فحينئذ إبراء للذمة يكتب المرء في وصيته هذه الديون التي عليه. وبعض الصالحين من أهل زماننا وغيرهم، لكن أعرف من أهل الزمان، أنه إذا اشترى من صاحب بقالة بريالين وما سدده، كتب معه في جيبه ورقة: ما علي من الديون، وكتب أن هذا الدين لفلان. إذا لا تستحقر حتى القليل أن تكتبه، إما في ورقة أو في وصية، لا يلزم أن تكون الوصية الكبرى هي التي تكون ملفوفة وهكذا كما يفعل الأوائل، يعني أبان معروف الوصية دائما تكون ملفوفة، ولكن تجعلها دائما معك ورقة: ما علي من الديون، حتى الشيء القليل اكتبه لتبرأ ذمتك ولتستذكر إن نسيت.
إذن هذا هو الأمر الثاني فيما يكتبه المرء من الوصية مما عليه من الدين. وسنتكلم عن ثبوت الدين بهذه الوصية، فيكون وصيته هنا من باب الإقرار بالدين. الأمر الثالث مما يكتبه المرء في وصيته أن يكتب المرء في وصيته ما له من حقوق عند غيره، وأن يذكر البينات على ذلك، فيكتب على سبيل المثال أن لفلان أن لي عند فلان 1000 وأن البينة عليه كذا أو بسبب كذا. وهذا الغرض من النوع الثالث من الوصايا هو حفظ مال الورثة، فإن من مقاصد الشرع أن المرأة يحفظ ماله لأبنائه، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون. فكثير من الناس يكون له أموال كثيرة ومع ذلك تضيع عن ورثته ولا يعرفونها بسبب أنه لم يدونها. ومن أسهل ما يدون الآن أن المرء يدون حسابه البنكي إن كان يعرف، يعني إن كان يعني عفوا إن كان له إن كان هذا الحساب غير معروف. وبعض الناس من الجيران لي يقول لم نكتشف حساب والدنا إلا بعد 47 سنة، وهناك حسابات لم نكتشفها إلى الآن، 47 سنة من حين توفي والده يقول لم نكتشفها إلا في السنة الماضية. إذن فمن باب حفظ حق مورثك أن تكتب ما لك عند غيرك من الحقوق مع البينة إن كانت غير ثابتة. الأمر الثالث من الوصايا التي تكتب وهو الذي تقصد غالبا بهذا الباب هي التبرعات، الوصايا بالتبرعات، بأن يتبرع المرء بجزء من ماله. وقد جاء في ذلك حديث سيأتي إن شاء الله حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، مما يدل على أنه الأصل فيه أن يكون تبرعا. الأمر وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيل أحكامه كثيرا. النوع الخامس مما يكتب في الوصية ما يسمى بالإيصاء، الإيصاء، والإيصاء هو الإيصاء بالولايات التي تقبله، لابد أن نقول بالولايات التي تقبله. إذن عندنا هنا قيدان في الولايات التي تقبل الإيصاء. الولاية النوع الأول أن يكون الشخص ممن يصح له الإيصاء، ولا يصح الإيصاء بالولاية إلا للأب فقط دون الأم ودون الجد ودون الأخ ودون غيره. الأمر الثاني الولايات التي تقبل الإيصاء هي نوعان من الولايات، وهو الإيصاء على المال على من كان فاقدا الأهلية سواء كان بجنون أو بسفه أو بسبب عدم بلوغ. النوع الثاني من الإيصاء الذي يقبل من النوع من الولايات التي تقبل الإيصاء وهو الإيصاء بالتزويج، الإيصاء بالتزويج سواء كانت البنت ممن ثبتت عليها ولاية الإجبار أم ولاية التخيير. وأما غيرها من الولايات كولاية الحضانة فإنها لا تقبل الإيصاء. فمعنى ذلك أن المرأة يجوز له إذا كان أبا أن يكتب في وصيته أوصيت على أولاد القصر أن يكون الناظر على أموالهم هو فلان أو فلانة، فيختار أي شخص في الدنيا ذكرا كان أو أنثى فيجعله وليا على أبنائه بشرطه، طبعا لابد أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون مسلما عند بعض أهل العلم وأن يكون عدلا بالشرط المعروف في محله. كذلك يجوز له للأب دون من عداه أن يقول جعلت على بناتي فلانا، يجب أن يكون ذكر لأن من لا يصح تصرفه لنفسه لا يصح تصرفه عن غيره، فيقول جعلت الولي على تزويج بناتي فلان، فيختار رجل من الرجال قد يكون قريب وقد يكون بعيد عنه ليس من قرابته فيجعله وليا في تزويج بناته، هو الذي يوجب، فيكون مقدما على الجد ومقدما على الإخوة ومقدما على من عداهم، وهو الوصي في التزويج. إذن ملخص الكلام أن الوصايا تشمل 5 أمور: الموعظة، وما على المرء من حقوق وديون، ثم طبعا وتشمل ما عليه من حقوق وديون حق الله عز وجل وحق الآدميين، ومن حق الله عز وجل الزكاة والحج. الأمر الثالث ما له من حقوق عند غيره حفظا لحقوق مورثه، والأمر الرابع الوصية بالتبرعات، والأمر الخامس الإيصاء بالولاية لمن يحق له الإيصاء. أول حديث في الباب هو حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه. هذا الحديث استدل به أو أخذ منه أهل العلم
على أن الوصية واجبة. وهذا القول الذي قال به بعضهم أن الوصية واجبة أخذوه من قوله حق، والحق هو الواجب، وهذا قول للظاهرية، ولكن أهل العلم أبوا ذلك جميعا وقالوا إن الوصية ليست بواجبة، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حق بمعنى أنها مشروعة مندوبة، وليس معنى كونها حقا أنها واجبة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوليمة في أول يوم حق، أي أنها مشروعة مندوبة. والدليل على أنها ليست بواجبة في قول عامة أهل العلم قالوا أمور: الأمر الأول تتمة الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يريد أن يوصي، فدل على أن من لم يرد أن يوصي فليس واجبا عليه أن يكتب وصيته، فشيء الواجب لا يعلق على الإرادة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقبض ولم يوصي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت من حديث علي وابن مسعود وغيرهم، مما يدل على أن الوصية ليست بواجبة. الأمر الثالث أن ابن عمر نفسه هذا الذي روى هذا الحديث ثبت أنه لما قبض لم يكن قد أوصى، نعم قد أوصى في أول أمره، قال ابن عمر: فلم تمضي علي بعد ذلك ليلتان أو ثلاث إلا ووصيتي عندي، ومع ذلك لما توفي رحمه الله تعالى لم يكن قد أوصى. وعند فقهائنا روايتان فيما إذا خالف الراوي ما روى، هل يعمل بما برأيه أم يعمل بما رواه؟ نقول نعمل برأيه في التفسير لا في إلغاء الحكم، نعمله برأيه في التفسير، فيكون تفسير الصحابي لا شك أنه أقوى من تفسير من دونه. وأما إذا لم يعمل به بالكلية فهذه نرجع لأصل المسألة ونقول إنما نعمل بما روى لا بما رأى، وهو الإلغاء. إذن المسألة الأولى عندنا أن هذا الحديث دليل على استحباب الوصية بأدلتها الثلاث. قال له شيء يريد أن يوصي فيه، وهذا قوله شيء يريد أن يوصي فيه تشمل الأمور الخمس التي ذكرناها قبل قليل، وليست خاصة بالمال فقط. قال يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذه فيها من الفقه مسألتان، الجملة الأخيرة. الأمر الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يبيت ليلتين خص الليلتين، لماذا؟ قالوا لأنها أقل العدد، هي أقل الجمع نعم، ولكنها أقل العدد، ولذلك عند فقهائنا قاعدة أن أقل الكثرة ثلاثة، هي أقل الجمع اثنان ولكن أقل الكثرة ثلاثة، فدل ذلك على أن الاثنان هو القليل والواحد قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمكث مدة طويلة إلا وقد كتبت وصيتك، وأقل الكثرة ثلاثة، فدل على أن الأكثر من القليل إنما هو اثنان. وقولنا إن أقل الكثرة ثلاثة بنى عليها فقهاؤنا مسائل كثيرة جدا، كما ذكر ذلك الموفق في المغني قال ويبنى على الثلاثة مسائل وعدها، لأنها أقل الكثرة وليست أقل الجمع، أقل الجمع اثنان وإنما هي أقل الكثرة. إذن فهنا هذا الحديث متفق مع قاعدة المذهب أن أقل الكثرة ثلاثة، فأتى بالاثنين دلالة على التقليل، فهو أكثر القليل ومع ذلك منهي عنه، مما يدل على أن النهي عن الإطالة. المسألة الثانية قوله وصيته مكتوبة عنده أو عند رأسه كما جاء في بعض الألفاظ، أخذ منها فقهاؤنا مسألة مهمة، وهو أن الوصية المكتوبة تقبل. في الإثباتات فقهاؤنا يقولون هم من أوسع المذاهب الفقهية في العمل بالكتابة في الإثبات، مشهور المذهب أنه لا يقبل من الكتابة في الإثبات إلا أمر واحد وهو الوصية، فإن الوصية إذا كانت مكتوبة بخط اليد ثم ثبتت بعد ذلك بإقرار الشهود، أو ثبتت، طبعا ثبتت ليس المضمون الوصية وإنما ثبت الخط، ثبت الخط فقط، وإنما ثبت الخط بإقرار الشهود، أو ثبت الخط بقرينة كأن يرفع مثلا الأدلة الجنائية فتقارن بين الخطين فتقول هو خط فلان المتوفى، فإنهم حينئذ يقولون يعمل بهذا الخط. وأما بعض الفقهاء فإنهم يقولون إن الخط لا يعمل به مطلقا، مثل الحنفية وغيرهم، حتى قال بعضهم
إن هذا القول قد التغى، ذكر ذلك أحمد إبراهيم في كتبه طرق القضاء والإثبات، وهم فقهاء الحنفية المتأخرين، بل قيل إنه آخر فقيه حنفي على طريقة الحنفية المتقدمين. إذن فقهاؤنا يقولون يعمل بالخط من غير إشهاد على مضمونه في الوصية فقط. دليلهم حديث الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم وصيته مكتوبة عنده، فمجرد معرفة أن هذا الخط هو خط فلان يدل على إثبات الحق، ما عداه من الحقوق لا تثبت بالخط. لو أن امرأة جاءت وقالت هذا خط زوجي أنه قد طلقني، وأنكر الزوج هذا الخط، فعلى مشهور المذهب أنه لا يثبت به الطلاق قضاء وظاهرا. وأما باطنا إن كانت هي ترى ديانة أن هذا خطه وأنه قد طلقها حقيقة، فيجب عليها أن تفتدي منه. هذه مسألة الظاهر والباطن، مسألة أخرى. الرواية الثانية في المذهب، وقد ألف فيها ابن مفلح رسالة كاملة مطبوعة أكثر من طبعة، وهو أن الخط يعمل فيه في كل التعاقدات. كل التعاقدات إذا ثبت أن هذا الخط هو خط فلان فإنه يعمل به، ما لم يأتي بادعاء شيء، كأن يدعي أنه قد زور خطه وكان هذا يعني ثابت أو يحتمل التوجيه، أو يدعي أنه إنما كتبه تجميلا لخطه، فهذه مسألة أخرى. لكنه في الجملة يعمل بالخط، وألف فيها بمفلح يعني رسالة مطبوعة أكثر من طبعة، رحمة الله على الجميع. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. نعم، هذا حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه أنه مرض، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا ذو مال، يعني أن مالي كثير وليس مالا قليلا. وقول سعد أنا ذو مال أخذ منها أهل العلم أنه يكره للمرء إذا كان فقيرا أن يوصي إذا كان ورثته محاويج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعدا على الوصية حينما بين أنه ذو مال، وأكد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا هو الحكم الأول الذي نأخذه من هذا الحديث. فقوله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، قوله لا يرثني إلا ابنة لي واحدة تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن هذا كان قبل مشروعية التعصيب، فكان يرث ماله البنت فقط دون باقي المعصبين، فليس من ذوي الفروض أحد يرثه. والاحتمال الثاني أنه قصده لم يرثني أحد من أبنائي فليس لي ذكور، فهو نفى الورثة من الأبناء من الصلب، لا مطلق الورثة من المعصبين وغيرهم كالزوجة وغيرها. قال: أفتأصدق بثلثي مالي؟ فقال: لا. قال: أفتصدق بشطره، أي بنصفه؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير. قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير نأخذ منها مسألة مهمة جدا، وهو أنه لا يجوز للمرء أن يوصي بأكثر من الثلث، لا يجوز للمرء أن يوصي بأكثر من الثلث. وعندنا هنا قاعدة سيأتي إن شاء الله تفصيل فروعها بعد قليل، أنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. والمقصود بالإضرار هنا أي الإضرار بالورثة. قالوا: والإضرار بالورثة يكون بأمور، منها أن يوصي بأكثر من الثلث، فإنه إذا أوصى بأكثر من الثلث نقص نصيب كل واحد من الورثة، ومنها أن يوصي لبعض الورثة بقصد الإضرار أو من غير قصد الإضرار، فلو أوصى لبعض الورثة فإنه يضر بالباقين، إذ زاد بعضهم على بعض، فحينئذ نحكم بعدم نفوذ هذه الوصية، وسيأتي تفصيل هذه المسألة. الأمر الثالث من الإضرار بالورثة، يقولون إذا الشخص أوصى بالثلث لأجنبي فظاهرها الصحة، ولكن ثبت بإقراره هو، أي بإقرار الموصي، أنه إنما قصد بهذه الوصية
الإضرار بالورثة، كأن يقول المرء إن أبنائي أريد أن أضر أن أضر أن أضر بهم، ولكني سأوصي بهذا الثلث لابن عمي أو لفلان البعيد بقصد الإضرار، فهل تنفذ وصيته أم لا؟ ظاهر المذهب أنها تنفذ، لأن الأمر الباطن وإن ثبت بإقراره أنه قصده الإضرار لا أثر له. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم أن بعض فقهاء المذهب، وأظنه يقصد نفسه، أنه قال إن هذا هو قياس مذهب الإمام أحمد، وذلك أن الإمام أحمد يعمل كثيرا، أو يعني أحمد وطرق فقهاء الحديث يعملون كثيرا النظر لمقاصد الشريعة في النفي الإضرار الذي يسميه المعاصرون بالتعسف في استعمال الحق. فالمرء إذا استعمل تعسف في استعمال حقه ليضر غيره فإنه حينئذ ينهى عنه، كما جاء في الخلع: ولا تضاروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فدل ذلك على أن عضل المرأة لغير هذا القصد منهي عنه، وهكذا في مسائل أخرى. وهذا معنى قول ابن رجب إنه قياس مذهب الإمام أحمد. طيب، إذن قال الثلث، أخذنا منها المسألة الأولى أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، وسيأتي إن شاء الله تفصيل بعد قليل أكثر. المسألة الثانية قال: والثلث كثير. قوله والثلث كثير نأخذ منها حكمان: حكم يتعلق بالوصايا، وهو أنه يسن أن ينقص عن الثلث، ولذلك قالوا السنة أن يوصي بالربع كما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يوصى بالربع فقط لقوله والثلث كثير، فدل على أن ما نقص عن الثلث هو الأفضل والأتم وهو الربع، أو قال الخمس، وابن عباس قال الربع، أحسنت، ابن عباس قال الربع وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال الخمس، فلذلك استحبوا أن ينقص عن الثلث. هذا من وجه، أو هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنهم يقولون أخذ فقهاؤنا من قوله والثلث كثير، وهي رواية ضعيفة في المذهب، أن أقل الكثرة الثلث فيما كان جزءا واحدا، وهذه رواية ضعيفة في المذهب، وبناء على ذلك فإنهم قالوا إن ما كان أقل من الثلث يعتبر قليلا، وتكلموا عن هذا في مسألة يعفى عن اليسير فيما كان جزءا واحدا، ولكن هذه رواية ضعيفة في التقدير بالثلث، وإنما مشهور المذهب أن التقدير في القلة في الجزء في الشيء الواحد إنما مرده للعرف، ولذلك فإن نقول العورة التي يعفى عن يسيرها مردها للعرف وليست الثلث، وأن الدم الذي يعفى عن يسيره مرده للعرف وليس الثلث، ثلث الثوب، وهكذا. طيب، قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، عالة أي فقراء، وهذا يدل على المسألة ذكرناها قبل قليل أنه تكره الوصية للفقير إذا كان وارثه محاويج. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، هذا حديث عائشة أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها، من الافتلات وهو الانفكاك، فكأنها قد ماتت، يعني ماتت، وبنيت للمجهول من باب أنها كان موتها على سبيل الفجأة من غير سابق، ومعلوم أن موت الفجأة كما جاء عند أبي داود أنه أخذة آسف أي غاضب، وموت الفجأة قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما، فقد جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وعائشة موقوفا عليهما وله حكم الرفع أنهما قالا: موت الفجأة رحمة بالمؤمن وعذاب على المنافق أو الفاسق، فدل على أنها أخذة غضب على الفاسق والمنافق لكي لا يتوب إذا مرض، وأما المؤمن فإنها رحمة له، لأن المؤمن لا يزيده المرض إلا طاعة وهو على خير وهدى، فيكون موت الفجأة رحمة له بعدم ألمه وعدم عذابه فيه. قال: ولم توصي، أي أنها لم تكتب وصية، وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني كانت قد أوصت بشيء، أفلها أجر أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: المسألة الأولى فيه دليل على استحباب الصدقة عن الميت، وقد اتفق الفقهاء على أن الميت يصله ثواب العبادات المالية كالصدقة
والوقف والأضحية وغير ذلك من المسائل. وأما العبادات البدنية فإن فيها روايتان وسبق الحديث عنهما، ومشهور المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم وأطال في الاستدلال له، أن الميت يصله ثواب الأعمال المهداة إليه إذا كانت بدنية. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو من انتصر له الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته من بعده ومشايخنا، على أن الأعمال البدنية لا تهدى للميت، وإنما يكتفى بإهداء الأعمال المالية فقط دون الأعمال البدنية، إلا ما ورد النص به وهو الحج والعمرة لتغليب معنى المالية فيها على البدنية. المسألة الثانية معنا هنا أن أهل العلم يقولون إن الميت إذا مات ولم يوصي بشيء ندب لورثته أن يتصدقوا عنه من ماله، نص على ذلك الإمام أحمد، لكن بشرط إجازة جميع الورثة إذا كان من ماله هو. وأما إن لم يكن من ماله فإنه يكون من مال من أجاز دون من عده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي وقواه بن خزيمة وابن الجارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن. نعم، هذا حديث أبي أمام الباهلي رضي الله عنه، وله شواهد من حديث ابن عباس وحديث غيره رضي الله عنه. وهذا الحديث جاء من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الحمصي عن أبي أمامة رضي الله عنه بهذا الإسناد. وهذا الإسناد تكلم فيه جمع من أهل العلم، فبعضهم ضعف هذا الحديث من جهة شرحبيل هذا، فقد ضعفه يحيى بن معين، وأما الإمام أحمد وغيره فقد وثقوه. وتكلم في هذا الإسناد أيضا من جهة من روى عنه وهو إسماعيل بن عياش، فإن فيه كلاما، وكذا أعله به ابن الجوزي في التحقيق، ولكن رد عليه ابن عبد الهادي وغيره بأن الصواب أن إسماعيل بن عياش في قول عامة أهل العلم أن ما رواه عن الشاميين فإنه يكون مقبولا، وقد رواه هنا عن حمصي وهو شرحبيل ابن مسلم، وهو من الحمصيين الثقات كما قال ابن عبد الهادي. إذن هاتان العلتان تكلم في هذا الحديث بسببهما، ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: إن هذا الحديث لا يصح، وهو حديث لا وصية لوارث. وتبعه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين عددا من الأحاديث التي عليها مدار الأحكام، وأنها لم تثبت من جهة الإسناد، ولكن تلقتها الأمة كافة عن كافة. قال ابن القيم: فكفى وأغنى تلقي الأمة لهذا الحديث عن النظر في صحته وعن طلب الإسناد فيه، وذكر منه هذا الحديث. ولكن التحقيق عند أهل العلم أن هذا الحديث حسن، كما حسن الإمام أحمد وجمع من أهل العلم كالترمذي وابن خزيمة وابن الجارود في المنتقى وغيرهم، قد صححوا هذا الحديث أو حسنوه، لأن له شواهد، وأن العلل المذكورة في هذا الحديث لا تقوى على تضعيفه. ولذلك قال الضياء المقدسي في المختارة يعني أن هذا الحديث متصل وهو محمول على الصحة، لأن إسماعيل بن عياش رواه عن أحد ثقات الحمصيين الشاميين وهو شرحبيل بن مسلم. هذا المقصود الكلام في حديث لا وصية لوارث من حيث الإسناد. أما من حيث الفقه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا الحديث جاء بعد قول الله عز وجل: وإذا حضر القسمة. وقد جاء في هذا الحديث أنه إذا حضر القسمة أحد من القرابات فإنه يعطون من الميراث. فقال بعض أهل العلم إن هذا الحديث ناسخ للآية، وبناء على ذلك فلا يجب أن يعطى من حضر القسمة من القرابات من ذوي القربى وغيرهم أن يعطوا شيئا من الميراث. واختار الشيخ تقي الدين أن هذا الحديث ليس ناسخا له، بل الآية محكمة، وعلى ذلك فإنه إذا حضر أحد القسمة فإنه يندب، فيبقى الحكم على الندب، فإنه يندب أن يعطى من حضر القسمة منها.
وهذا معروف، فإنه إذا حضر القسمة والاقتسام في الأموال جميعا سواء كانت ميراثا أو غيرها حضرها أحد، فقد جرت عادة ذوي مكارم الأخلاق أن يعطوا من حضرها، وخاصة إن كان من ذوي القرابات من باب البر والإحسان. وعلى ذلك فإن هذا الحديث لا يكون ناسخا، وإنما يكون مبينا فقط من باب التبيين لا من باب النسخ للحكم بالكلية هو الرفع والإزالة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، يقول أهل العلم إن هذه الجملة فيها أمران قبل أن نتكلم عن أحكامها. الأمر الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية أي لا وصية نافذة أو لا وصية لازمة، إذ النفي أحيانا يقتضي نفي الصحة وأحيانا يقتضي نفي الكمال، وهذا من نوعه أو هذا ملحق بنفي الكمال. وذلك قال الموفق إن المراد لا وصية نافذة أو لا وصية صحيحة، لأن من أوصى لوارث، وانتبه معي، لأن من أوصى لوارث أو أوصى بأكثر من الثلث لأجنبي فإنه على مشهور المذهب والتحقيق وهو الصحيح المجزوم به أنها وصية صحيحة، لكنها وصية غير نافذة فتبقى معلقة على إجازة الوارث، تبقى معلقة على إجازة الوارث. وبناء عليه فإن إجازة الوارث هي تنفيذ للوصية وليست ابتداء في عطية، هي تنفيذ لوصية الميت وليست ابتداء منهم، هم الذين تبرعوا للموصى له، وإنما هم نفذوا وصية الأول. وينبني على ذلك مسائل، يعني التفريق بين هاتين، هل هي تنفيذ أم أنها ابتداء عطية، ينبني عليها مسائل، منها أن نقول لا يشترط في إجازة الورثة ما يشترط في الهبات إن قلنا إنها تنفيذ، من حيث القبض وأن يكون القبض بإذن الواهب وهم باقي الورثة وهكذا، لا يشترط هذا الشيء، فمجرد إجازتهم باللفظ تكون لازمة لا يحق لهم الرجوع فيها بعد ذلك. ومن ذلك ما يتعلق بالزكاة، في ما يتعلق باستقرار الملك، فإنه إذا حاز الورثة المال وقد أجازوه فإنه يكون في مثابة الهبة، فيكون حين ذلك تتعلق به ما يتعلق بالزكاة. وسبق الحديث في قضية استقرار الملك في المال، يعني هو قبل الإجازة هل هو في ملكهم أم في ملك الموهوب له وهكذا. طيب، إذن فقول المصنف لا وصية لوارث معناها لا وصية نافذة، وليس معناها لا وصية صحيحة، أي لا وصية نافذة، بل الوصية صحيحة لكنها موقوفة على الإذن وإذن ورثة التنفيذ. هذه مسألة. المسألة الثانية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث لا مفهوم لها، لأن الجملة إذا كانت من باب البيان أو من باب الجواب على السؤال فإنه لا يكون لها مفهوم مخالفة، إذ مفهوم هذه المخالفة أنه تجب الوصية لغير الوارث. لا وصية لوارث مفهومها أنه تلزم الوصية أو تندب الوصية على أقل الأحوال لغير الوارث، نقول هذا غير من لا مفهوم لها، فالوصية هنا لغير الوارث مباحة ليست مندوبة وليست واجبة إلا أن تكون من باب الصدقة كما سيأتي بعد قليل. المسألة الأخيرة معنا أن نقول إن مسألة الوصية للوارث سبق معنا أن مشهور المذهب كما قال الموفق هو ظاهر منصوص الإمام أحمد أنها وصية صحيحة لكنها موقوفة. طيب، الوصية للوارث انظروا معي لها صور. الصورة الأولى أن يوصي بشيء معين للوارث، لأحد الورثة دون باقيهم، يقول أوصيت بالثلث أو بالعشر أو بالعشر أو أوصيت بهذه السيارة لأحد الورثة، فحينئذ نقول إن هذه الوصية لا تنفذ إلا بإذن الورثة، هي صحيحة لكنها لا تنفذ إلا بإذن الورثة. هذا واحد. المسألة الثانية أن يوصي لكل وارث بمقدار معين موافق لميراثه. شخص عنده ثلاث سيارات وله ثلاثة أبناء يرثونه، قال السيارة الأولى لفلان والثانية لفلان والثالثة لفلان، فخص كل واحد بهذا الشيء، أو له مثلا سيارة وبيت فقال إن السيارة لفلان والبيت لفلان وفلان، والسيارة قيمتها نصف قيمة البيت وهكذا. إذن أوصى لكل واحد بشيء معين يعادل ميراثه، أو الذي أوصى به دون ميراثه لكن قال أوصي
أن ميراث يقسم القسمة الشرعية، لكن فلان يأخذ السيارة وفلان يأخذ البيت وفلان يأخذ كذا، وما زاد يعطى من المال وهكذا. إذن الوصية بشيء معين بمقدار الميراث أو أقل منه، نقول هذه وصية جائزة ولكنها ليست وصية لازمة، بمعنى أنه يجوز لكل واحد من الورثة أن لا يمضي هذه الورثة، يقول لا أرضى بهذا الشيء. لماذا؟ قالوا لأن حق الوارث متعلق بالقدر وليس متعلقا بالعين، فيجوز له أن يمضي وصية مورثه ويجوز له أن يعترض عليها، ليس لازما له فيه. المسألة الثالثة معنا، وهي مسألة مهمة جدا، وهو أن يوقف على الورثة أو يوقف على بعض الورثة. وصورة الإيقاف على بعض الورثة ما يفعله كثير من الناس حينما يوقف على أبنائه الذكور فقط مثلا، أو على أبنائه الذكور والإناث، فتخرج الزوجة عقارا معينا فيقول إن غلت هذا العقار لأبنائي، إما الذكور أو لأبناء الذكور والإناث معا، هل تصح الوصية للوارث؟ بمعنى أنها من باب الوقف لا من باب الوصية، هل تصح الوقف على الوارث، الوقف المعلق على الوفاة وليس الوقف المنجز؟ هذه فيها روايتان في المذهب. مشهور المذهب أن هذا الوقف يصح سواء كان الوقف على جميع الورثة أو على بعضهم، وقد جاء عن إمام أحمد النص عليه، فإنه لما سئل عن ذلك قال يصح. قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، وهنا أوصى بالوقف على الورثة، فقال أحمد الوقف غير الوصية، هما أمران مختلفان. ولذلك فإن مشهور المذهب هو قول جمهور أهل العلم المذاهب الأربعة وعليه عمل أغلب الناس، أنه يصح أن يوقف المرء عقارا له على أبنائه جميعا الذكور والإناث، أو على أبنائه الذكور فقط، ثم من توارثهم بعد ذلك وهم أبناء الأصول دون أبناء البطون، أبناء الصلب دون أبناء البطون، أو يجعل الجميع، هو حر. الرواية الثانية في المذهب أنه لا يصح الوقف على الورثة ولا على بعضهم، وهذه قدمها ابن قدامة، ذكرها أولا وإن كان المذهب على خلافها، وانتصر لها وألف في الانتصار لها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وألف في الانتصار لها حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وقالوا إن هذا الوقف يسمى بوقف الجنف وهو وقف الإثم، لأنه في الحقيقة يؤول إلى منع بعض الورثة من الميراث، فمن أوقف على الذكور دون الإناث فإنه في الحقيقة منع الإناث من الميراث وفضل الذكور عليهن، ومن أوقف على الذكور والإناث فإن الطبقة الثانية الذين سيرثون إنما هم أبناء الصلب دون أبناء البطن وهم أبناء البنات، فآل إلى المنع، ولذلك أفتوا بعدم صحة وقف الجنف وهو الوقف على بعض الذرية كالذكور ونحوهم. وعلى العموم القضاء على مشهور المذهب، لأن كثيرا من الأوقاف خاصة في الحرمين مكة والمدينة هي أوقاف ذرية أو أوقافا أهلي أو هي أوقاف أهلية، الأوقاف الذرية والأهلية اللي ذكرناها قبل قليل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى، بقي عندي مسألة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، هل تصح الوصية للقاتل أم لا؟ ذكر الشيخ تقي الدين في المسودة أن القاضي أبا يعلى وأبا الخطاب استدل بهذا الحديث على أنه تصح الوصية للقاتل، فلو أوصى الشخص لقاتل يعني لشخص من ورثته ثم قتله فإنه يمنع من الميراث، لكن تصح الوصية له وتنفذ لأنه ليس بوارث. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، رواه الدارقطني، وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها ببعض، الله أعلم. نعم، بقي لنا اللفظ الثاني وهي لفظ الدارقطني، قال وروى الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة. طبعا هذا الحديث قال وإسناده حسن، الحافظ حسن هذا الحديث وفي تحسينه نظر، ولذلك أعل أهل العلم كأبي داود رحمه الله تعالى والبيهقي وغيره من أهل العلم أعلوا هذا الحديث بعلتين. العلة الأولى، طبعا هذا الحديث جاء من طريق عطاء
الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأعل بعلتين. العلة الأولى أن عطاء هذا متكلم فيه، والعلة الثانية أن عطاء لم يدرك ولم ير ابن عباس، فالحديث منقطع وليس بمتصل. ولذلك فإن هذه الزيادة وإن قال الحافظ أن إسنادها حسن فيها نظر كما قال أبو داود وغيره. هذه الزيادة قوله إلا أن يشاء الورثة هي دليل الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن إجازة الورثة إنما هي تنفيذ وليست عطية مبتدأة، لأن القاعدة معنا أن الاستثناء من النفي إثبات، أن الاستثناء من النفي إثبات. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الوصية للوارث ثم استثنى منها إذا أجازه الورثة، فهذا الاستثناء يدل على أنها إثبات، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصح الوصية للوارث إذا أجازها باقي الورثة. وهذا هو دليلهم، أقوى أدلتهم على أنها تنفيذ وليست عطية مبتدأة. الحديث الذي بعده هو حديث معاذ بن جبل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. هذا الحديث قبل أن نتكلم عن إسناده، هو أتى به المصنف رحمه الله تعالى للدلالة على أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث تقريرا للحديث الذي سبق. والأمر الثاني أن الوصية بالتبرعات مندوب إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زيادة في حسناتكم، فيندب الوصية بالتبرعات. الأمر الثالث أن هذا الحديث يدل على أن الوصية لابد أن يكون فيها معنى بر وإحسان كقرابة وغيرها لكي يثبت بها الأجر عند الله عز وجل. والأمر الرابع أن هذا الحديث يدل على أن الوصية إنما يثبت حكمها عند الوفاة، وبناء على ذلك فإن كل وصية يوصي بها المرء يجوز له الرجوع عنها ما دام في حياته، فيجوز له الرجوع في حياته إلغاء أو تبديلا، ودليل ذلك قال عند وفاتكم. هذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن له طرقا لكنها جميعا ضعيفة ويقوي بعضها بعضا. وقد أورد المصنف ثلاثة أحاديث، أولها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الدارقطني، وهذا الحديث عن معاذ جاء من طريق إسماعيل بن عياش الذي تقدم ذكره، عن عتبة بن حميد البصري، وهذا قد ضعفه الإمام أحمد، وهو بصري وليس شاميا. وقد سبق معنا قبل قليل أن إسماعيل بن عياش إنما تقبل روايته عن الشاميين دون غيره من البصريين والعراقيين. الحديث الثاني حديث أبي الدرداء عند أحمد وأبي والبزار، والبزار عندما أورد هذا الحديث بيّن أن هذا الحديث قد تفرد به أبو بكر ابن أبي مريم، قال وحديثه يحتمل كذا، قالوا يحتمل. وهذه اللفظة ليست يعني دليلا على توثيق أبي بكر هذا، فإن أبا بكر هذا ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ومن القوم بعدهم، وإنما قال البزار حديثه يحتمل أي هذا الحديث، فكأن البزار يقول إن هذا الحديث وهذا اللفظ له شواهد ومتابعات أخرى قد تدل على احتماله وقبوله. اللفظ الأخرى أو الثالثة أو الحديث الطريق الثالث أورده من طريق ابن ماجه عند عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أعل الحافظ نفسه رحمه الله تعالى رواية ابن ماجه في كتابه التلخيص الحبير بأنه جاء من طريق طلحة بن عمرو الحضرمي، وقد نص الإمام أحمد على أن طلحة هذا متروك أي لا يصح حديثه. إذن كل طرق هذا الحديث فيها ضعف، ولكن كما ذكر المصنف يقوي بعضها بعضا، لكن طبعا أغلب الأحكام التي سبق ذكرها هي تدل عليها أحاديث أخرى ومعان أخرى في الشريعة. هذا الحديث فيه من الفقه أيضا مسألة أخرى، أن وهذا الاستدلال يوافق مذهب الشافعية أكثر، وهو أن من أوصى بكل ماله ولا عصبة له فإن هذا لا يجوز. من أوصى بكل ماله ولا عصبة له، بمعنى أنه ليس له
وارث بالكلية يرث ماله كله، أو له وارث ولكن هذا الوارث إنما يرث بعض ماله، كأن يكون مثلا زوجة فلها الربع فقط وليس لها الباقي. وهذا قول لبعض الشافعية أنه لا رد في المسألة، وأنه لا يجوز الوصية بكل المال. ولكن هذا الحديث الاستدلال به نقول غير فيه نظر كما قال الزركشي، والصواب أن هذا الحديث محمول على الأعم الأغلب، وأن ما عدا فإن لها أدلة مستقلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الوديعة. أورد المصنف باب الوديعة هنا موافقة لترتيب كما ذكرت لكم الغزالي في الوجيز وغيره. والمراد بالوديعة هو توكل، فهو عقد من عقود الوكالات، توكل لحفظ مال غيره، يعني أن يتوكل الشخص في حفظ مال غيره تبرعا، إذ لو كان بأجرة لما أصبح توكلا وإنما أصبح عقد إجارة. توكل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف، يعني بشرط ألا يتصرف في هذه العين المودعة، فإنه لو كان بتصرف قد اشترط التصرف فإنها تكون عارية ولا تكون وديعة. إذن فكل قيد من هذه القيود مثمر في الاختلاف بين عقد وعقد آخر. وعقد الوديعة كما ذكر فقهاؤنا هو في الحقيقة صورة من صور عقود الوكالات، ولذلك فإنه يشترط فيها ما يشترط في الوكالة في العاقدين وفي الصيغة وفي العين محل العقد. وعقد الوديعة كما هو عقد الوكالة عقد جائز، يجوز لكل واحد منهما الرجوع فيه وقت ما شاء. أورد فيه المصنف حديثا واحدا، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمانه. هذا الحديث ذكر المصنف أن ابن ماجة قد أخرجه وفي إسناده ضعف. وقد ضعف هذا الحديث غير واحد من أهل العلم كالمرداوي الجمال في الكفاية المستقنع وابن أبي المجد في المقرر. وقد أعلى هذا الحديث بأن هذا الحديث جاء من طريق أيوب بن سويد عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأن أيوب بن سويد والمثنى كلاهما ضعيف متكلم فيه. إذن فهذا الحديث لا يصح إسناده، بل قد قال ابن أبي المجد في كتابه المقرر على المحرر إنه يبعد أن يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، ثم قال: وإن صح ذلك فإنه ليس على إطلاقه، أي ليس على إطلاقه لا ضمان على المودع. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. نقول أولا إن فقهاءنا احتجوا بهذا الحديث في الجملة، فقالوا إن من أودع وديعة ولم يفرط فيها، لم يفرط يكون التفريط من جهتين، من جهة أنه لم يستخدمها فإنه إذا استخدمها أصبحت يده يدا عادية فيكون كالغاصب، لأن الأصل ألا يستخدمها. الأمر الثاني أنه يحفظها في حرز مثلها، فإذا لم يفرط بهذين الأمرين فإنه حينئذ لا يضمن، سواء تلفت بيده أو بيد غيره، يعني سقطت من يده كان يحمل وديعة فسقطت فانكسرت، أو بيد غيره جاءتها آفة فإنه لا يضمن، فإن كان أدمي يضمن المتلف وإلا فإنها تكون هدراء. وأما إن تلفت بتفريطه وبقصد منه فلا شك، أو بقصد منه، فإنه لا شك أنه يضمن في ذلك الموضع. وهذا قول عامة أهل العلم وهو مشهور المذاهب الأربعة جميعا. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فليس عليه ضمانه، أي إذا كان من غير تفريط، هذا معنى قول ابن أبي المجد ليس على إطلاق، أي من غير تفريط. وأما إن كان بفعل منه مقصود وبتفريط منه فإنه حينئذ يكون عليه الضمان. المسألة الثانية عندنا أن قولنا إن المودع يده يد أمانة وضمان نستفيد منها إضافة لنفي الضمان أن القول قوله في رد الوديعة وفي دعوى تلفها. فلو قال: قد تلفت الوديعة، وأنكر المودع ذلك، فالقول قول المودع لأن يده يد أمانة. كذلك لو قال: رددتها
وصاحب العين مالكها قال لم تردها، فالقول قول المودع لأنه أمين. وعندنا قاعدة، كل من كان أمينا ويده يد ضمان ويده يد أمانة فإنه حينئذ القول قول. الأمر الأخير عندنا، لو اشترط في الوديعة الضمان، وهذه مسألة مهمة لأن المعاصرين يتوسعون فيها، لو أن شخصا أودع آخر مالا وقال أشترط عليك ضمانه إذا تلف، فهل يلزم هذا الشرط أم لا؟ فقهاؤنا يقولون إن هذا الشرط باطل، لا يصح ولا يلزم. أنا أقول هذا لماذا؟ لأن بعضا من المعاصرين كيف بعض العقود على أنها ودائع، وأنها ودائع بشرط الضمان، فنقول إن العقود الجائزة التي تكون فيها اليد يد أمانة إذا اشترط فيها الضمان فإن الشرط يكون باطلا، هذه قاعدة. والتوسع في هذا الشرط الحقيقة توسع فيه بعض الذين يعنون ببعض المسائل المالية، وهذا ليس كذلك. يقول المصنف: وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وكذا باب قسم الفيء والغنيمة. إنما أتى المصنف بهذه الجملة لأن الشافعية يذكرون هذين البابين في هذا الموضع، والحقيقة أن ذكرها هناك أنسب وهو الأوفق لطريقة فقهاء الحنابل، وهو الطريقة الثانية عند الشافعية طريقة أبي إسحاق الشيرازي، فإنه الأحاديث هناك أنسب، وذلك المصنف لم يرى أن الأنسب إفراد هذه الأحاديث هنا. وإلا لو رجعت للوجيز أو رجعت لشرح الكبير أو رجعت للروضة أو المنهاج ستجدهم يذكرون بعد الوديعة بابا في قسمة الصدقات وقسمة الفيء والغنيمة، ولكن المصنف يعني فقط أراد أن يورد الأبواب موافقة لتقسيم الغزالي رحمة الله على الجميع.